أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم ضمن آخر موعد اقتصادي لهذا الأسبوع. تم اليوم الإعلان عن تعميم تجربة مركز فرز وإعادة تدوير نفايات بالبرنوس على جميع مناطق الدار البيضاء، ويروم هذا المركز الذي رصدت له استثمارات بقيمة 10 ملايين درهم دون احتساب الوعاء العقاري تحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي لجميع النفايات العشوائيين. مريم الكو عبد العزيز المباركي. جرى اليوم بالدار البيضاء الإعلان عن تعميم تجربة مركز فرز وإعادة تدوير النفايات بسيدي البرنوسي على جميع مناطق الدار البيضاء. المشروع الذي أنجز على مساحة 2600 متر مربع في إطار برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة تقدر ب10 ملايين درهم. كيف تتعرفوا يعني هذا مشروع كنقولوا احنا في اطار مبادره، مشروع مندمج في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، مشروع يعني تحت اسم الادماج الاجتماعي والاقتصادي لجميع النفايات او ما يصطلح عليه عامه بالبعاره. بالتالي يعني جاء هذا المشروع هذا يعني كمقاربه او كحل مقترح لا عسى انه يساهم حتى هو يعني في النظافه ديال المدينه. وسخرنا يعني لهذا واحد المجموعه ديال الاليات، يعني من ضمنها اولا وضع اكشاك ايكولوجيه اللي الدور ديالها هو التحسيس والتوعيه يعني باهميه والثقافه ديال الفرز القبلي. كاين واحد المجموعه يعني ديال المواصلات اللي هي حديثه، يعني بدل ديك العربات المجروره بالدواب الى اخره، وكاين مركز يعني بدل من الاشتغال يعني في ظروف ديال الشمس ولا في المطارح العموميه ديال النفايات. واستفاد 23 شخصا ممن يصطلح عليهم بالنباشة من عمل قار داخل هذا المشروع، ووزعت الأعمال على هؤلاء المستفيدين، منهم من اختير لنقل النفايات إلى الورشة عن طريق دراجة ثلاثية العجلات. الحالة ديالي الأولى غير مستقرة، فهمتي، ما كنتش خدام، عدد الناس خدمت معاهم وهذه المبادرة، كنخرج للشركات كنجيب النفايات داكشي ديال الشركات كندفعهم لهم باش كيديروا لهم التطوير، كيعاودوا يديروا لهم التطوير ديالهم. وآخرون كلفوا بالعمل داخل الورشة في عملية فرز النفايات على حسب أنواعها قبل معالجتها. كنا هادشي خدامين عشوائيين، دابا الحمد لله ولينا بالوراق بمعاملة مزيانة، تيجبنا الليكات والطابليات وكنتخلصو مزيان، الفرصه مزيان، خدمة مزيانة. هذه التجربة الرائدة في مجال تدوير النفايات لاقت استحسان ساكنة مدينة الدار البيضاء والتي تعاني في صمت مع هذا المشكل والذي أصبح يقض مضجع ساكنتها. وفي الخبر الدولي الاقتصادي، كتبت صحيفة البيان اليوم أن الإمارات أضحت تصنف ضمن خانة أسرع أسواق النقل الجوي نموا في العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع تسجيل القطاع بالإمارات لمعدل نمو يصل إلى 6.3% سنويا. وأوضحت اليومية أن مؤشرات تفوق الإمارات في هذا المجال تبرز من خلال تجاوز مطار دبي الدولي في وقت سابق من السنة الجارية لمطار هيثرو في لندن من حيث حركة الطيران الدولي، محتلا بذلك المرتبة الأولى عالميا. لحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة دار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية التي أغلقت جلسة الجمعة ولليوم الرابع على التوالي على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس أغلق الجلسة على نقص 0.44% بمجموع 8177.34 نقطة، ومؤشر مازي أنهى الجلسة بنقص 0.41% بمجموع 9991.14 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سهم نيكسونس ماروك حل أولنا بتسجيل زيادة نسبتها 7.99%، ليرتفع سعر سهم إلى 861 درهم. في المركز الثاني حل سهم إي بي ماروك والذي تحسن بما نسبته 5.71%، لينتعش سعر سهمه ب 148 درهم. أما أقوى الارتفاعات فنجد سهم
معو كليزينغ حل أولا بخسائر بلغت نسبتها ناقص 6% ليتراجع سعر سهمه إلى 344 درهم. في المركز الثاني حل سام سناب والذي انخفض بما نسبته ناقص 5.99% ليتراجع سعر سهمه إلى 269 درهم. إليكم الآن صرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم. ونختم مشاهدينا معكم هذه النشرة على أمل لقياكم بداية الأسبوع في أمان الله.